الحرب التي اعتقدت الحكومة الشرعية ودول التحالف انها ستستمر ستة اسابيع. ها هي تدخل عامها السابع في الوقت الذي لا تلوح فيه اي مؤشرات في الافق لنهايتها. منذ اليوم التالي للحرب تحركت الجهود الاممية والدبلوماسية لتحقيق اختراق سياسي في الازمة اليمنيه ومحاولة اعادة العملية السياسية للبلد، لكن تلك الجهود اصطدمت بسلاح الميليشيا وتعنتها في القبول باي حل سياسي سيفضي الى تفكك جبهتها الداخليه بالضروره. الامم المتحده قدمت منذ سنوات جهودا دبلوماسيه متكرره بهدف التوصل الى حل سياسي للازمه اليمنيه غير انها لم تفلح في تحقيق اي تقدم ملموس على الارض. فور قدومه الى البيت الابيض اعلن بايدن تعيين مبعوث امريكي الى اليمن لحل الازمه وايقاف الحرب وقررت اداره بايدن بالتزامن مع منع الدعم العسكري الهجومي على السعوديه، لكن هذه الخطوات لم تحقق اي تغير يذكر. تصريحات المبعوث الامريكي لندر كينغ الاخيره بشان الحوثيين اثارت جدلا واسعا بين اليمنيين، وحطت تساؤلات حول جدوى الدور الامريكي في ايقاف الحرب اليمنيه، لكن الجديد هو محاوله المبعوث الامريكي استعطاف الحوثيين للقبول بتسويه سياسيه والحديث عن القوى المسيطره على الارض وضروره التعامل معها كامر واقع. طول أمد الحرب أظهر الدور السعودي على شكل ضابط الإيقاع الذي يريد إبقاء الحرب في وضع لا منتصر ولا مهزوم وإبقاء الشرعية في مربع لا فاعلية عبر دعم الميليشيات المسلحة في الجنوب وبناء القواعد العسكرية في سقطرى وميون خارج مشهد المعركة الحالية طوال الأشهر الماضية كثفت ميليشيا الحوثي الضغط العسكري على محافظة مأرب في استعراض واضح للقوة بعد إعلان الولايات المتحدة شطبها من قوائم المنظمات الارهابيه الاجنبيه بالتزامن مع حراك دبلوماسي بقياده واشنطن ودعوات اوروبيه امميه متكرره لوقف التصعيد العسكري والذهاب نحو حل سياسي شامل للازمه اليمنيه لم تحقق هذه الحرب اي تقدم على ارض الواقع غير انها شكلت مسرحا مفتوحا لصراع القوى الاقليميه والدوليه على الساحه اليمنيه وفي ظل عجز وفشل القياده الشرعيه ورفضهم العوده للبلاد العام السادس يبدو ان البلد يذهب نحو المجهول بلا هدى ولا صراط مستقيم